Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سوف أشارك قليلا عن السياحة في ماليزيا. ماذا تنتظر؟ هيا نسارف إلى ماليزيا. طيب، لا شك ولا ريب أن ماليزيا إحدى الدول السياحية الرئيسية في العالم. من حين إلى حين ازداد عدد كبير من السائحين من أنحاء العالم، لأن ماليزيا تشتهر بجمال طبيعتها وروعة منازلها وشوائطها. من أجذب المناطق السياحية هي مرتفعا كاميرون وغينتين بولاية فهانغ، ويوجد في عاصمة ماليزيا كوالالمبور مثل منارة كوالالمبور والمتحف الوطني وبرج بتروناس التوائم وغير ذلك. وبجانب ذلك هناك جزر ساحرة مثل جزيرة لانكاوي وريدا وتيومان وسنفادن. أما بالنسبة للأماكن ذات الآثار التاريخية، يمكن السياح يزورون ولاية ملكا وفولوفينا. إن الحكومة الماليزية تهتم بالمجال السياحي اهتماما شديدا. قد بنت وأعدت تسهيلات سياحية لازمة لجذب حضور السائحين المحليين والأجانب إلى ماليزيا. من التسهيلات إقامة الفنادق الكبيرة والشقق المريحة والشاليهات النظيفة لراحة السياح. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تكثير المواصلات المريحة من الطائرات والقطار والسيارات الأجرة والحافلات لتسهيل السياح يتجهون إلى الأماكن السياحية. وبجانب ذلك، أن ماليزيا معروفة بسهولة الاتصال بين السياح والمواطنين، لا سيما بوجود مرشدين يتكلمون باللغات الإنجليزية والعربية. وخلاصة القول أن ماليزيا أجمل بلد للسياحة في قارات آسيا. قد اختار السياح بلاد ماليزيا للسياحة بسبب الأماكن الممتعة الكثيرة والتسهيلات المعدة الوافرة فيها. أكتفي بهذا القدر، شكراً.